نتحدث بشكل أوفى عن الأسواق العالمية لفترة النصف الأول. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا بك معنا رائد. يعني لدينا عدة، يمكن قد يكون النصف الأول هو الأصعب بشكل عام على كل الأسواق. بالولايات المتحدة رأينا انكماش الاقتصاد بعد سلسلة نمو دامت 11 عام، تراجع بقطاع الصناعات، انكماش قياسي بالإنتاج الصناعي. هل الأسواق الأمريكية رغم الصعود اللي شفناه على الاس ان بي قادرة على تجاوز هذه الصعاب وهذه البيانات السلبية برأيك بفترة النصف الثاني؟ يعني استاذة ميسا، نحن نظرنا الى الربع الثاني والذي كان هو يعني الأسوأ ان صح التعبير بالمقارنة مع الربع الاول الذي شهد بداية الجائحة، ولكن الربع الثاني الذي كان يتضمن فعليا أسوأ البيانات الاقتصادية والذي ننتظر بياناته الحقيقية ان تصدر فيما بعد بنهاية الربع الثالث. وبالتالي ما حصل عليه الاقتصاد العالمي في النصف الاول كمجمل، نحن حدث من العام 2020 عن أسوأ كارثة اقتصادية وأسوأ ركود مر عليه منذ الحرب العالمية الثانية. إذا تحدثنا عن الناتج المحلي الإجمالي ففقط في الربع الأول كان هناك تراجع ب 5% حتى الآن المثبت بالأرقام الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وباقي الاقتصادات أيضا فقدت ما بين 2 إلى 4، وبعضها تجاوز ذلك في إلى مستويات أعلى بكثير من فقدان في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع أحد دخول في الركود. بالتالي هل يمكن العودة والاس ام بي 500 او المؤشرات الامريكية؟ حقيقة ما يحدث فعليا او مع التراجع الحاد الذي حدث في الاقتصاد العالمي وعلى رأس الاقتصاد الامريكي وارتفاع في معدلات البطالة والقلق وتدخل البنوك المركزية بتقليص اسعار الفائدة وضخ برامج التيسير النقدي وزيادة السيولة وخفض القدرة الشرائية للدولار الامريكي بطريقة غير مباشرة، ذلك سيسبب بلا شك ارتفاع في مستويات التضخم وسيسبب بلا شك دفع المستثمرين نحو وضع الأموال في خزانات للقيمة، البحث عن أي شيء غير العملة حتى يكون هناك احتفاظ بقيمة العملة إن صح التعبير. وحتى وإن كان هذا الأمر، سوق الأسهم ذات نفسه الجذاب في بعض الأحيان من ناحية المستويات المنخفضة لأسعار الأسهم، وأيضا في طريقة غير مباشرة الرغبة بالمخاطرة هي عبارة حقيقة هروب من انخفاض في القدرة الشرائية وتوقع لارتفاع كبير في مستويات التضخم. طيب يعني الذهاب للملاذات الآمنة كما تتحدث، يعني في ظل انزلاق أغلب الاقتصادات رائد يمكن لفترة انكماش خلال هذه الفترة، يعني الذهاب ما بين عملية التمركز وما بين الاستفادة من المستويات المرتفعة لتوفير السيولة النقدية، كيف سيكون المستثمر ما بين هذين الخيارين؟ يعني على وجه الدقة الذهب استغل هذا الأمر بشكل كبير، ارتفاع في حيازات صناديق الاستثمارية في الذهب وصناديق التي أغلب امتلاكاتها ذهب، ارتفاع ب 2.9 مليار دولار أمريكي فقط على الأسبوع الماضي بالتقرير اللي صدر يوم الجمعة. بالتالي التوجه نحو الذهب هو أولا استغلالا للفرصة بأنه في عنا سيولة ضخمة متجهة إلى الذهب في الوقت الراهن، إضافة إلى انخفاض في القدرة الشرائية. ولكن توفير السيولة النقدية يكون أستاذة ميسا لما يكون في عندي أنا قطاعات الاقتصاد عادت للحياة مجددا وأن هناك إعادة فتح للاقتصادات العالمية، بالتالي السيولة حاليا في الوقت الراهن غير مطلوبة بالشكل الكبير ويهرب المستثمرين من الولوج في الاستثمارات حقيقة وتوظيف الأموال النقدية، لأنه لحد اللحظة لم يكن عندنا انفتاح كامل للاقتصادات وفي نفس الوقت لا يزال الطلب عند أدنى مستوياته، وبالتالي الخوف من الوقوع في مصيدة أن يكون في عندي إنتاج لا يوجد طلب له في الأسواق وبالتالي الدخول في عوائق مالية. النفط سريعا رائد، لأنه كان الملفت الأكثر بفترة النصف الأول يعني وعملية توجهه للنطاق السالب، ارتفاع المخزونات برأيك بأمريكا إلى أي مدى ممكن أن يتكرر هذا السيناريو بفترة النصف الثاني؟
بشكل كبير جدا للأسف، لأنه لا يوجد لدينا حتى الآن ارتفاع واضح في مستويات الطلب. لدينا بعض المؤشرات التي نستخدمها مثل فيدكس التي صدرت يوم أمس والتي كانت هناك آمال، والتي تعتبر على فكرة مؤشر للاقتصاد الأمريكي كشركة وتعلن أرباحها، لأنه هي التي تمثل كمية الطلب وكمية الإنتاج وكمية النقل التي تحدث والأمور اللوجستية. نلاحظ أنه تراجع وأقل من التوقعات مستوياتها، إشارة ضمنية إلى أنه كان هناك إفراط في التوقعات، وعلى وجه التحديد النفط كان هناك إفراط في التوقعات بالإيجابية وعودة الاقتصاد بسرعة، ولكن هذا الأمر واجهته حقائق الطلب الفعلي على الأرض وخوف من موجة ثانية سبب الضغط على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، وممكن أن تبقى تحت الضغط بالفترة القادمة. ولكن صعب جدا أن نشوف المستويات السلبية هذه التي حدثت وإن كانت تقنية أو نظرية، ولكن أصبح من الصعب حدوثها لأنه يعني تم تلافي الأسباب المؤدية وانخفاض الطلب الكبير على التداول الإلكتروني في الفترات القريبة من نهاية الإكسبايري ديت أو من نهاية استحقاق هذه الأصول المشتقات المالية. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.